والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله، إليك أبو محمد. شكرا محمد وشكرا هبة. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس القضائي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري المقرر عقدها الخميس المقبل. وناقشت اللجنة التي تنعقد برئاسة اليمن بنود مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقده في مملكة البحرين 2024 إلى جانب بحث عدد من الجوانب الاقتصادية الأخرى. تقرر مد فترة الإكوزيون الصيفي إلى 30 من سبتمبر بدلا من السادس من الشهر نفسه مع ضرورة ثمن السلع الإعلان عن المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية. ووصل عدد المحال المشاركة في الإكوزيون إلى 1720 محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية. هذا وتسهم التخفيضات الموجودة بالإكوزيون في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار على عرض كل بضاعاتهم الموجودة لديهم. إلى مؤشرات البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2 مليار و600 مليون جنيه ليربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر إيج إكس 30 بنسبة 37% ليصل إلى 18,584 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 بنسبة 36% ليصل إلى 3,754 نقطة. وصعد مؤشر إيج إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 22% ليصل إلى 5,517 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت الانطفاف بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين إزاء وتيرة النمو وكذلك من ارتفاعات جديدة محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية. وتراجع خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 84 دولارا و33 سنتا للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 دولارا و38 سنتا للبريمين مرتفعا بنسبة 0.3%. وفي المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.6% لتصل إلى 3.19 دولارات للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% لتصل إلى 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع حجم المعروض النقدي في منطقة التعامل باليورو بنسبة 0.4% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما. وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن هذا التراجع من شأنه عمليا الحد من مستويات التضخم في أسواق الاتحاد الأوروبي، وما يطرح تساؤلات حول احتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة في المصارف الأوروبية على المدى المنظور ووقف مسلسل رفع الفائدة الذي بدأ في المصارف الأوروبية منذ يوليو 2022. تخطط النمسا لتعديل ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات النفط والغاز، وذلك في إطار جهودها لاحتواء الاستياء العام من أرباح الشركات المتزايدة في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة. وذكرت الحكومة النمساوية في بيان لغة أن الضريبة التي تشمل 40% من صافي الدخل الإضافي ستطبق على الأرباح التي تتجاوز متوسط ما قبل أزمة الطاقة من 2018 إلى 2021. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضع فيه أحزاب المعارضة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم في صلب جدول أعمال السياسة قبل عام تقريبا من موعد الانتخابات العامة في النمسا.
نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى هبة ومحمد. شكرا لك يا محمد.